صح، اي حد يجي مرسى مطروح يعني يروح كل المزارات، كيلوباترا وشاطئ الغرام وعجيبه، حاجه كده جميله. احنا فضلنا ماشيين في ممرات كده، وبعد كده دخلنا زي ايه اوضه كده او بصوا بصوا الجمال، بصوا الجو اللي عاملينه في الاوضه. هنقعد بقى فيها ساعه الا ربع، الجلسه كلها ساعه الا ربع، هي كلها ملح صخري كده الجدران بتاعتها، وعليها زي شيزلونج كده او هنقعد بقى ايه عليها. ده شكل الصخرة كده بتاعت كيلوباترا، وقدامها هنا دي حمام كيلوباترا، وبصوا المية دي بقى بتدخل كده جوه زي كهف كده. بصوا ده المدخل كده بتاع حمام كيلوباترا، وبتنزلوا كده ايه بسلالم. بصوا بقى ايه الشكل جوه المكان، بقى المية بتدخل من حتة تخرج من حتة تانية. تامر تسلق الصخرة بتاعت ليلى مراد، شكلك حلو. يا تامر، مش انت مش هتلبس انت؟ بصوا انتوا اول ما بتدخلوا كده الارض كلها ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هو بيوجع وانتوا ماشيين عليه، يعني ايه عامل زي الرملة الخشنة جدا جدا، بس طبعا هو احتكاك رجلكو والمسام بتاعت رجلكو مع الملح ده بيعمل تنشيط للدوره، تنشيط للدوره الدمويه، وبيشيل بقى الطاقه السلبيه. وطبعا بقى الناس اللي عندها برضو امراض وفي رجلها وكده، وهو عباره عن ممرات. وعايزه اقول لكم هي الملح سائع، يعني تحسوا ب وممكن طبعا الولاد ييجوا معاكم، هو زي ما قلت لكم الفرد ب 100 جنيه. هلو يا حلوين، انا بصور لكم من كهف الملح، هو في مرسى مطروح. التذكره بتاعته 100، قطعنا كده وهندخل، ومعايا بقى ايه اختي وجوزها وزوجي وحماتي، وهندخل كهف الملح ده. ايه مكان كده في بندفن رجلنا في الملح، فملح نوع معين فبيمتص كل الرطوبه بقى والطاقه السلبيه اللي في جسمنا، وطبعا كلنا طاقات سلبيه من العيال والحاجات والحاجات دي، فايه بندفن ايه رجلينا، فايه ندفن رجلينا. وهصور لكم برضو ايه من جوه، تجربه حلوه بقى كده، وهندفن في الملح. شوفوني بقى وانا مدفونه في الملح. اول ما بتدخلوا كده بيبقى في مكان ريسبشن للاستقبال، وعايزه اقول لكم دي بصوا دول، دي اسمها اباجورات الملح، هي معموله من ملح، ولما بتشتغل مع الحراره بتطلع ايونات كده، عارفين زي بتعادل في طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه في البيت، او الشحنات اللي بتبقى موجوده من الموبايلات والاجهزه الكهربائيه وكده. فاباجورات الملح دي بتطلع حاجه اسمها ايونات سالبه، بتعادل الايونات الموجبه. وهنا كاتبين اهوت التعليمات ان احنا هنقلع الشوز بتاعنا، ما ندخلش اكل، ممنوع الموبايلات نعملها صامته، و ممكن طبعا يعني التصوير اوكي. بصوا ايه البنوته اللي معايا، هي ايه بتحفر كده الارض، دي بدايه الجلسه، وانت واحنا بقى ايه هندفن رجلينا. وهي بقى ايه كانت تقول لكم حبه معلومات عن الكهف الملح، اتفضلي. هي الغرف في الكهف كلها مبنيه من صخور ملح النيل، موجوده في بحيرات واحد سيوه. اهم حاجه هو عنصر الجود اللي في الملح ده، بمجرد استنشاقه بس بيريح الاعصاب جدا، بيرفع الراحه المعنويه، بيريح النفسيه، بيسحب الايونات السلبيه، بيديك ايونات موجبه. الغرفه كلها الصخور دي. تمام. ثاني حاجه احنا بنحطها على القدم من خلال مراكز الاعصاب الموجوده في بطن الرجل من تحت، هي دي اللي بتشتغل عليها من الناحيه الطبيه. هتحس كده بنبضات في رجلك برده من الضغط الملح، بس ان هي من تنشيط الدوره الدمويه، لان باستنشاقه
نشط الدوره الدمويه بيسحب الطاقه السلبيه بيسحب نسبه من الرطوبه اللي في العظم بيقلل وجع الروماتيزم الروماتايد ضغط الفقرات كلها. حاجه حلوه قوي جدا. بس لو عايزاه كعلاج لازم كورس علاجي اه طبعا كذا اه يعني مثلا احنا لو حد جاي يقعد اسبوعين يعمل 3 4 مرات صح كده اه فعلا اه اه ده هيفرق طبعا اه الفول بودي دوت دفن الجسم يا جماعه كله سعره 300 جنيه وبتحجزي قبلها بيوم. كهف الملح موجود في مرسى مطروح في شارع البوسيد عند ايس كريم عزه. صباح الخير يا حلوين. الأباجورة اللي انتوا شايفينها دي أباجورة ملح جبتها من كهف الملح لما عملت لكم الريفيو بتاع مرسى مطروح. طبعا انا كنت سمعت عنها من كام سنة كده انها بتبقى موجودة في المراكز اللي هي بتاعت السبا واللي هي بنروح نعمل المساج والحاجات اللي هي بتشيل الطاقة السلبية من الجسم. فلما لقيتها جبتها. الولد اللي هناك يعني وانا بشتريها وبيغلفها لي وكده قال لي ان هي معمولة من ملح صخري ملح سيوة. وحاول لما اشغلها في الكورنر. احنا عارفين طبعا ان اي اوضة بيبقى ليها 4 زوايا. فقال لي حاولي حطيها في زاوية من زوايا الاوضة في اوضة النوم في اوضة الاطفال. هي بتشيل الطاقة السلبية بتزود النشاط بتاع اللي يعني لما نبقى حد قاعد في الاوضة بقى ويشغلها بيطلع ايونات سالبة كده بتزود نسبة الاكسجين اللي في الاوضة. فهي حلوة قوي سواء للاطفال والناس اللي دايما عندهم استرس. وكمان انا شفت بقى كذا فيديو على اليوتيوب بيتكلم على انها بتقلل الشحنات بتاعت الموبايل اللي بتبقى في البيت والشحنات بتاعت الاجهزة الكهربائية. فانا يعني انا ايه جبت واحدة كده عشان اجربها وباذن الله بقى يعني مع الاستخدام وكده عجبتني ابقى اجيب شكل تاني. هي في منها اشكال كتير قوي شكل وردة وشكل كده زي مبخرة. الشكل ده اسمه القمر. انا حبيت يعني اديكم معلومات للي هيروح هناك ممكن ان هو يعمل زيارة ويشتريها. وطبعا انتوا كلكم عارفين ان زمان كان الجدات وكده يقولك ايه رشوا الملح في زوايا الشقة رشوه ورا كده باب الاوضة. في ناس يوم الجمعة بتمسح بمية وملح. بس طبعا الملح اللي هو ايه الملح الصخري الخشن مش الملح اللي هو احنا بنجيبه في الاكياس الابيض المعلب ده. لان في فرق بين الملح الخشن الصخري الطبيعي ملح البحر والملح اللي هو المصنع ده بيبقى عليه مواد كيماويه وهو اصلا ملح مضر. يعني لو حابين قولوا لي في التعليقات وان شاء الله نعمل ايه فيديو كده نتكلم على استخدامات الملح المختلفه للبشره والجسم والطاقه السلبيه اللي في البيت والعين والحسد والحاجات دي. يا رب الريفيو يعجبكم.